بنرحب بحضراتكم مره ثانيه، وكمان بنرحب بضيفنا في الاستوديو السيد اللواء محمود زاهر الخبير الامني والاستراتيجي. سياده اللواء انا برحب بسيادتك مره ثانيه. وكل البيانات والمعلومات بتقول ان في جهد غير عادي بيتم في سيناء من قبل القوات المسلحه والشرطه المدنيه. الحقيقة تحليلات متضاربة فيما يتعلق بأن القوات المسلحة بالفعل بدأت واستعدت بشكل كبير لعملية عسكرية موسعة، أم أنها بدأت بالفعل في تطبيق أركان هذه العملية العسكرية، خاصة بعد الحشود الكبيرة التي انتقلت من المناطق العسكرية والجيش الثاني إلى منطقة سيناء. التحليل العلمي بيقول إيه في هذا الأمر؟ التحليل العلمي والواقع والواقع يهمنا أهم من التحليل. منذ أن تم الإعلان أن هناك حرب على الإرهاب وفي سيناء خاصة، ثم على مصر، ثم الإرهاب المحتمل، وده كلمة ضخمة لو حبيتوا حضراتكم نوضح بعض معانيها تحت أمركم. بس بالنسبة لسيناء تم عمل رائع ومستوى عالي جدا في تأمين الأرض، تم عمل مماثل في اتجاه البؤر الإجرامية والتعامل معها وكسر شوكتها. نمرة 2 قفل الأنفاق، نمرة 4 وده المهم انك استعدت علاقة وطيدة ومؤسسية ولها مستقبل نمائي للقبائل. تمام. نمرة 5 وده المهم قوي، ان اصبح عندك خريطة واضحة كيفية التنمية وبدأتها. تنمية على تأمين، فانت واصل لمرحلة تأمين عالية جدا، سواء للبؤر، سواء للأنفاق، سواء العلاقات القائمة هناك، سواء لكيف ستتعامل زي ما قلنا، ثم تبدأ عملية التنمية واضحة على 5 حاجات. عندي تصنيع، وعندي زراعة، وعندي صيد أسماك، وعندي سياحة، وعندي خدمات. أنا عندي ممكن السياحة فقط، السياحة لو بس استغل الشاطئ، ثم السياحة الداخلية، ثم السياحة الدينية، ثم السياحة الترفيهية وخلافه، من خلال حوالي 18 جبل وقصة تكفي ان سيناء دي تبقى حاجة تانية خالص. طيب، وانا بكلم حضرتك دلوقتي في عاجل على وكالة انباء الشرق الاوسط بيقول ان القوات المسلحة تهاجم العديد من البؤر الارهابية في سيناء، والان بتقبض على اكثر من 24 ارهابي في اماكن متعددة في سيناء. انا زعلان على فكرة من 24 بس. لا، لان كنت نفسي استبق واقول لحضرتك خلال ساعات هتسمع خبر طيب. فالحمد لله الخبر الطيب. طيب، ما هو التثقف برضه في نفس الكلام. لان للاسف مفيش حتى يوم هادئ نسبيا بتمر بيه سينا حاليا، يعني حتى ان كانت الاوضاع الامنيه هدأت نسبيا في بعض المحافظات ابرزها القاهره، الا ان في سيناء الايام اللي فاتت كلها. الجديد في سيناء ست اللواء هو في عمليات استباقيه، يعني احنا طول الفتره اللي فاتت كنا قاعدين نسمع عن قذائف ار بي جي على اسم شرطه تاني وتالت واماكن متعدده، لكن دلوقتي احنا بنسمع عن عمليات بيقوم بها الجيش او بتقوم بها القوات المسلحه، وبالتالي بتلقي القبض على مجموعه من الارهابيين، فده تطور نوعي في تقديري. ده الاهميه اللي حضرتك بتقول هو ان النهارده اصبح المعلومات اللي عندك بعد ما بتحللها وتطلع بنتائج بتوظفها. كان في توقيت معين بيبقى عند حضرتك المعلومه وتوظيفها مش موجود. النهارده بتوظف باستباقيه. وعلى فكره ده مش في سيناء بس، هنا برضو التعليمات اللي طلعت واستخدام الذخيره الحيه في حيز معين لحمايه المنشات وحمايه الانفس وخلافه، وما حدث يوم الجمعه والسبت اللي فات، والتطور اللي هيحصل داخليا داخل القاهره يدي لحضرتك امان اللي هو خرج عليه. اما قلنا ان باذن الله يمكن قانون الطوارئ ما يمتدش لشهر، وطلع امبارح مناقشه هذا الكلام في مجلس الوزراء، نستشعر بفضل الله لا احنا على الطريق الصحيح. ومش الطريق، انت حضرتك قطعت مسافه بفضل ربنا كويسه جدا، وداخليا وخارجيا وتخطيطيا. كلام جميل يا سياده اللواء، بينمي ملكاتنا الابداعيه كمذيعين. اسمح لي ان احنا الاسئله اللي جايه تاخد شكل تلغرافات، ويا ريت كمان فوزي يمشي معايا في نفس السياق. اول تلغراف يعني تقول ايه لحد بيطالب بالغاء حاله الطوارئ في مصر؟ اقول له لو فهمت حاله الطوارئ والواقع ربما تغير رايك. لسه يجب ان تستمر. شوفي حضرتك حاله الطوارئ، احنا بس عندنا حاله ثوريه في بعض الشعارات ومنها اسم حاله الطوارئ، الحاله الثوريه عامله تضاد تلقائي. لا، مش عايزين بقى التلقائيه، عايزين نفهم. اما اقول كلمه ابقى فاهمها، اما اعمل عمل ابقى قده، وهكذا. انا عندي حاله الطوارئ هي حاله استثنائيه بستخدم فيها قانون اسرع في عمليه الاجراءات لتامين. لولا حاله الطوارئ هل كان قبض على هذه القيادات الاخوانيه هذا الكم من القيادات؟ لا طبعا،
لان عشان اقبض على واحد لازم اخد اذن نيابه ثم اقبض عليه ثم ده يعني ما كانش يحصل الكلام ده خالص. طب سيادتك لو انا عايز اقول لسيادتك على حاجه، تنظيم الاخوان كان اعلن بعد مظاهرات الجمعه اللي فاتت عن اسبوع الرحيل، وقالوا ان كل يوم في مسيراتها تخرج في محاوله لارباك المشهد السياسي بشكل او باخر. كل هذه المسيرات فشلت، هل حاله الدعم الشعبي الحقيقي لجهود الشرطه لاساليب تكتيكيه حديثه بالتعامل بناء على معلومات جاءت الى جهاز الشرطه والقوات المسلحه، ايه اللي حصل؟ في معرض كلام حضرتك، حضرتك ذكرت نقطه حساسه قوي كامن قومي، لما نيجي نقول ان الشعب درجه حرارته علت وبقى متحفز زياده واعلن ان هو لو ما فيش اجراءات تامينيه من خلال الدوله انا قادر ان انا انهي هذا الامر. تمام. هذا امر لا يساعدنا كتخطيط كامن قومي. هذا منذر سيء. تمام. ولا بد هنا، وده اللي حصل، ان الدوله بدات تستبق وتؤدي ادوار، رغم ان انا اعلم ان الاستباق في الجدول الزمني احيانا بيبقى خطا، ولكن هنا برضه بيبقى احد سلبيات الشعور المحترم، الشعور المحترم اكيد، ولكن ضغطه هنا يعني الراي العام برضه كلما استنار كلما كان ضغطه في مكانه، احيانا بيبقى هذا الاستباق من الشعب بروحه العاليه بيبقى ضغط على القرار. هو التوصيف الدقيق للمشهد اللي سيادتك بتقوله عليه، يعني قبل فض اعتصامات رابعه والنهضه كان في نوع من الضغط الشعبي. ايوه. ليه احنا ادينا تفويض ليه لحد أيوة. دلوقتي ما كانش فيه بالظبط، وكان معتقد ان التفويض خاص بالمكانين دول بس. اكيد. وخرجنا يمكن مع حضراتكم هنا ووضحنا لا، ده في امور ابعد بكتير واهم بكتير منها. ان مصر كانت مبنده انها فجاه تلاقيها دوله هذه تصنيف عالمي. بالظبط. انا خرجت بثبت للعالم حضاريا وتاريخيا في سابقه لم تحدث ان اكثر من 33 مليون خرجوا يقولوا احنا ضد الارهاب. يبقى هتوصفني انا بقى ارهاب ازاي؟ بالظبط. ده انتصار فوق التصور واستباق فوق التصور. طب سيادتك انا عندي تلغراف تاني بيقول ايه اللي بيتحاور مع الغرب دون ادوات، يعني او دون ان يخول له هذا الحوار، يعني ما الذي يجب أن يكون في أجندة من يتحاور مع الغرب في هذه المرحلة الحرجة اللي بمر بها ولكنه غير موجود حتى؟ اسمحي لي بقى أشكر هذا السؤال رغم أن إجابته يمكن أنا قلت أنها تبقى تقيلة على نفسي لأنها ربما الأشخاص يفتكروا أنها شخصية. النهاردة حضرتك الغرب يعلم تمام العلم الموقف الحقيقي لمصر وحقيقة الوطن وعنده جميع المعلومات. اما اجي اطلع انا كمحمود بقول انا هعمل سياسه شعبيه، ماشي اتفضل اعمل سياسه شعبيه، هتعملها مع مين؟ مع من يساويك، مع الاحزاب، مع تجمعات ثقافيه، مع صالونات ثقافيه، هتوعي الناس، هتوديهم سيديهات. انما ان انا اطلع اقابل اشتون او اقابل سفراء، هؤلاء عندهم اجنده ثابته، عندهم تخطيط سابق، عندهم اهداف والف وب وجيم، يعني في الف نخش على ب، لا اؤثر فيهم على الاطلاق. تمام. يبقى مقابلتي معاهم بتعمل ايه؟ بتعمل ان انا بدي معلومات باستغل منهم بيوظفوني. طب المردود على الشعب عندي هنا لما انا اطلع ويطلع عندي دعايه هنا فلان الفلاني طالع وقابل سفراء، الله يبقى انا سفيري والشعب بقى يقول لك احنا هنرجع تاني نتاجر، هنرجع تاني نبيع ونشتري. يبقى بلاش الكلام ده، كل واحد يوظف طاقته في هدوء ورؤيه تساوي اللي حاصل من قيمه في مصر بدون بيع وشراء. الحقيقه يا سياده اللواء ده بيخليني ارجع مع سيادتك لكلمه الفريق اول عبد الفتاح السيسي الاخيره اما قال اللي احنا عملناه في مصر لم نستاذن فيه احد، وبالتالي تحررت الإرادة المصرية سياسيا واقتصاديا وحصل عندنا لأول مرة حالة من الزخم الشعبي القوي جدا مع القوات المسلحة والجيش. يعني تقدير سيادتك لده كان ايه؟ بصمة تاريخية تستحقها مصر وكانت مفقودة منها. ان الإرادة الشعبية كانت محجمة ومقزمة. وكان يعلوها إرادات متداخلة مع مستهدفات الغرب. وده كان شيء ضاغط جدا على الشعب المصري ومن الأسباب التي أقامت ثورة. لأن ده عبارة عن تراكم. حينما يدرك الإنسان وبالتالي بوتقة الشعبية انه إرادته موجودة وحرة ومحترمة وبتقدر وبتدي إملاءاتها في الإطار المتاح واللي يجب أن يكون تكتيكي اللي هي متطلباتها الحقيقية اللي بتتفق مع الواقع، هكذا الشعوب تتقدم وتتحرك بخطوات واسعة وتبقى فاعلة. وزي ما بنسمع دلوقتي
مع اشد جرح لاي حد، ربنا يعافي الناس جميعا ويعافينا، ان ابنه او يستشهد ومع ذلك يخرج يقول لك لا مصر وإرادة مصر. هذا الاحساس شيء لا تتخيله حتى بمقياس الامن. هي دي الوطنيه، وليها حضرتك اراده، وليها وطنيه، وليها امن قومي، وليها هذه هي مصر. وليها ده تعبير رائع. الحقيقه احنا حتى في النيل الاخبار كنا مع على التليفون مع عم احد الشهداء في مجزره الاخيره بسينا، قال ان احنا كلنا فدا مصر وكلنا مع الفريق عبد الفتاح السيسي بشكل تلقائي وعفوي بشكل كبير جدا. انا بنتقل مع سيادتك لجانب اخر، دور الدبلوماسيه العربيه. أيوة. وقوف الدبلوماسيه العربيه الممثله في العديد من الدول العربيه الى جانب مصر في هذا التوقيت بيعيد لنا اذهان اكتوبر 73 وبرضو الموقف الرائع للدول العربيه. في تقديرك انت بتقرا هذا المشهد ازاي، وقوف الدول العربيه الى جانب مصر؟ شوف حضرتك في نقاط محدده او تلكسات زي الاستاذ ريهام قالت، لما واحد احنا كنا مفتقدين الامن القومي العربي وده بيكسر الامن القومي لاي قطر عربي. صح. لاي قطر عربي طالما التحصين اللي بره داري مش موجود تبقى داري اصبحت خطر، مفيش مساحة امان. الامن القومي العربي هو امن لاي امن قومي لاي دولة عربية. ده صحيح. ما حدث من الدول العربية ادراكا سياسيا بصرف النظر عن الأخوة التي نقدرها والعلاقات والمشتركات، تمام، بتكلم سياسي لإدراكهم ان لو مصر حصل لها كسر انتهوا، لان دي حقائق تاريخية. عدنا للأمن القومي العربي، هذا مكسب يا أستاذ فوزي فوق التصور. طبعا فوق التصور. وفي مواقف بالإضافة للمواقف المشكورة الحقيقة كتير للإخوة العرب. اسمح لي ست اللواء أخص بالذكر المملكة العربية والسعودية. أيوة. طبعا موقف عروبي هايل. أنت هتدور استباق لكل اللي بقوله. لا أنا عايز أسمع سيادتك الحقيقة، هي ريهام اللي قطعتنا في الموضوع، لكن إحنا عايزين نسمع الموضوع ده لأن لو حضرتك هتجاوب دلوقتي. هي فكرة الموقف السعودي مش مقتصر بس على الموقف المعنوي. أيوة. والتوقيت الهايل. أيوة. لدعم مصر في وقت ممكن تكون في دول تانية اتخذت مواقف صادمة. لكن هو أيضا في الدعم اللي ممكن تمثله المملكة من خلال استثمار لاستثماراتها الشاسعة في فرنسا على سبيل المثال، علاقتها مع الولايات المتحدة، ما أشيع أو ما قيل عنه في الفترة الأخيرة أنه هو مطالب روسيا بدعم مصر بالسلاح، يعني ازاي ده فعلا ممكن يساهم في تصحيح مسار كتير من المواقف الخارجية في الفترة القريبة؟ طيب احنا عندنا مستويين. المستوى الاول حصل دعم مالي، واخره ما عرض من الشارقة في دولة الامارات، ومعروض من الامارات قبل كده، ومعروض من الكويت، ودعم مادي وبناء مساجد وماليات مفيدة للغاية ومهمة للغاية وتستحق الشكر. وكانت السعودية مشتركة في هذا المستوى. بس انا عايز سيادتك تكمل لي، حضرتك قلت لي انا بتكلم سياسة دلوقتي بعيدة عن الاخوة وبناء الجوامع. لا بتكلم سياسة. نيجي بقى السعودية سياسة. مع الموقف السعودي ان هي مستثمرة علاقتها ده سياسة. المستويين سياسة. الاولاني كان في الدعم المادي الاخوة، وفي نفس الوقت بداية لكلمة الامن القومي. السعودية عملت استباق او خطوة الحقيقة هي تلائمها وتوازيها. أيوة. وده كمان حصل أيام الملك فيصل رحمه الله في 73 وكان مؤثر للغاية. القيمة هنا بتحصل إيه؟ إن الدولة بتحط نفسها على محك بالزبط. مع من هم بينها وبينهم استراتيجيات وتبادل مصالح وعلاقات قوية للغاية، علاقات قوية تؤثر عليها هي بالزبط. يعني ما تفعله هيبقى له ارتدادات. إذن النهاردة ممكن تيجي لجاره وتقول له والله هساعدك بفلوس من بعيد غير ما تروح تقف معاه وتساعده بالظبط، واعلن انها يعني اي ضرر يصيبه احنا معاه، يبقى هنا وقفت على خط الاحتكاك بالظبط. وبالتالي ده تحدي سياسي حقيقي بيساوي تاثير. حضرتك ذكرتي الولايات المتحده، لا في تاثير قوي عليها من هذا الموقف على جزء كبير من الاتحاد الاوروبي، يمكن ما عرفناش منه الا فرنسا وهي ليست الوحيده. اذا ده موقف حضرتك تقديره سياسيا، لا ده شيء يستحق الشكر والتقدير والبصمه التاريخيه بالتاكيد. طيب فندم احنا بنتواصل مع سيادتك، ولكن بعد ان نتابع هذا التقرير بينضم الينا الدكتور حسن موسى نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج. ولكن مشاهدينا الكرام بنتابع مع حضراتكم هذا التقرير ثم نعود.